الفقرة رقم 3 بيطلب مني إيجاد 2A في الـ B ناقص 3C. الفكرة كلها إن إحنا هنحسب القوس دوت، وبعدين اللي هيطلع هينضرب في 2A. طبعا حضراتكم شايفين هنا إنه فيه scalar multiplication، يعني ضرب مصفوفات في عدد معين. يبقى إذا الـ 2A هي 2 مضروبة في المصفوفة دي، هنا الـ A ودي الـ B ودي الـ C. نضرب الاتنين في عناصر المصفوفة A هتديني سالب 4، 2 في سالب 3 تديني سالب 6، 2 في 3 تديني 6، 2 في 0 هتديني 0. يبقى دي اللي هي 2A. وبعدين هنا الـ B زي ما هي نسيبها كده، وبعدين نضرب التلاتة في الـ C. يبقى التلاتة هتنضرب في كل عناصر الـ C، 3 في 2 ب6، 3 في 0 0، 3 في سالب 1 تديني سالب 3، 3 في سالب 1 هتديني سالب 3. المفروض ان احنا نتخلص من الاقواس الداخلية، يعني هنطرح الكميتين دول اللي هما الـ B ناقص الـ 3C. طبعا لما بنطرح او بنجمل بننفذ العملية على كل عنصر من عناصر المصفوفة مع ما يناظر في المصفوفة التانية. يبقى هنا 2 ناقص 6 هتديني سالب 4، 0 ناقص 0 هيديني 0 زي ما هو، سالب 2 سالب سالب 3، سالب 2 سالب سالب 3، سالب مضروبة في السالب هتديني موجب، يبقى هنا موجب 3 وهنا سالب 2. 3 ناقص 2 هيديني كام؟ هيديني 1. اللي بعدها 0 ناقص ناقص 3، 0 ناقص ناقص 3 هتديني كام؟ هتديني 3، اللي هي الجزئية دي. يبقى احنا كده جبنا كام؟ جبنا الـ B ناقص 3C طلعت لي بالمصفوفة سالب 4 0 1 3. آخر خطوة عايزين نضرب المصفوفتين دول، وقلنا لما نيجي ننفذ عملية الضرب لازم نتأكد هل الضرب ينفع ولا لا. الـ 2A دي مصفوفة على شكل صفين في عمودين، يبقى 2 في A ودي برضو 2 في 2. علشان يتحقق الضرب لازم يكون أعمدة الأولى مساوي لصفوف التانية، يعني الاتنين دول بيساوي بعض، تمام؟ وبالتالي هتكون المصفوفة النهائية هي 2 ضرب 2 كمان. كنا بنعمل إيه؟ بنيجي عاملين الشكل العام بتاعنا، إحنا عايزين صفين في عمودين، يبقى هنا ده أدي 1، أدي 2، وهنا 3، 4. وكنا بناخد صفوف المصفوفة الأولى اللي هي سالب 4 وسالب 6 نحولها لأعمدة، يبقى هنا سالب 4 وبعدين 6، سالب 4 وبعدين 6. الصف التاني 6 0 هيتحول لعمود، يبقى هنا هيكون فيه برضو 6 0 وهنا 6 0. وبالنسبة للمصفوفة التانية اللي هي الـ B هتنزل زي ما هي بالظبط، يبقى هنا هيكون سالب 4 وبعدين 1 وبعدين هيكون هنا 0 وبعدين 3، سالب 4 1 0 3. وبعدين كنا بنضرب كل عنصرين مع بعض، يعني نضرب السالب 4 في سالب 4 هتديني 16، ونضرب 6 في 1 هتديني 6، يبقى التوتال يطلع آسف هنا فيها إشارات ولا حاجة، ثواني كده. عندي هنا سالب 4 في سالب 4 هتديني 16، ودي سالب 6 في 1 سالب 6 في 1 هتديني سالب 6، يبقى 16 ناقص 6 هتديني 10. اللي بعده هنضرب سالب 4 في 0 هتديني 0، سالب 6 في 3 تديني سالب 18، مجموعهم سالب 18، 6 في سالب 4 هتديني سالب 24، وطبعا الجزئية دي بزيرو، يبقى يطلع الناتج سالب 24، 6 في 0 بصفر، 3 في 0 بصفر، يبقى يطلع صفر الكلي. يبقى القيمة اللي هي A مضروبة، طبعا دي غلط كده، هي 2A مضروبة في الـ B ناقص 3C هيديني 10 سالب 18 سالب 24 0. هو تمرين بسيط مفهوش أي حاجة خالص. تمريننا اللي بعد كده بيقول لي لو أنا عندي الـ A
كانت مصفوفة على شكل 2 في 3 صفين في 3 أعمدة، والبي كانت برضو صفين في 3، والسي كانت 2 في 2. أوجد لي 2A ترانسبوز ناقص البي ترانسبوز. طيب ناخدهم واحدة واحدة. طبعا الاتنين A ترانسبوز مضروبين في بعض، وبعدين البي ترانسبوز لوحدها، فاحنا نعمل ايه؟ نروح نجيب الترانسبوز لوحده. الترانسبوز فكرته ان احنا بنحول كل صف لعمود او العكسة، والمصفوفة الناتجة بتكون عكس المصفوفة الاولى. فاذا كانت الـ A كانت 2 في 3، فالمفروض ان الترانسبوز بتاعها هيطلع 3 في 2، زي ما انتوا شايفين 3 صفوف اهوت في عمودين 2. ونجيبها ازاي؟ بان احنا بنقلب الصفوف الخاصة بالمصفوفة الاولى عمدة، يبقى 2 0 سالب 1 بقى العمود الاول اهوت، 1 0 سالب 2 من كان هنا صف في المصفوفة الأصلية هيتحول لعمود، يبقى 1 0 سالب 2. بالنسبة للبي نفس القصة، البي كانت 2 في 3، طيب الترانسبوز هيطلع 3 في 2، وبعدين سالب 3 1 1 كصف هيتقلب لعمود هنا، وسالب 3 سالب 3 سالب 2 هيتقلب من صف لعمود هنا برضو. ننفذ العملية الحسابية المطلوبة اللي هي 2A ترانسبوز. يعني معنى كده ان احنا هنضرب ال A ترانسبوز هينضرب في 2، ادي 2 وهنا ال A ترانسبوز وهنا ال B ترانسبوز. 2 في ال A ترانسبوز يبقى هينضرب في كل عنصر من عناصر ال A ترانسبوز. 2 في 2 هيديني 4، وبعدين 2 تمام، وبعدين 2 في 0 ب0، 2 في 0 ب0، يبقى دي 0 ودي 0، سالب 2 سالب 4، يبقى كده دي كام؟ ديت هي 2A ودي هي ال B ترانسبوز. طبعا انا بكتب خطوات بالتفصيل، انما في الامتحان لو تقدر تختصر وتضمن ان انت ما تعملش عمليات خطأ مفيش مشكلة، كل ما تكون اسرع كل ما تكون افضل، لكن بالنسبة لي أنا لازم أكتب الخطوات بالتفصيل. آخر خطوة عندنا عايزين ننفذ عملية الطرحة ما بين 2A وال B ترانسبوز. نطرح كده هنيجي نقول 4 ناقص 3، يبقى هنا كام؟ هنا 4 ناقص 3 هتديني كام؟ 4 و3 تديني 7، هادي العنصر الأول. وبعدين 2 ناقص ناقص 3، 2 ناقص ناقص 3 كده هتديني كام؟ هتديني 5، يبقى ده العنصر التاني. وبعدين 0 ناقص 1 هتديني سالب 1، 0 ناقص 3 تديني هي 0 ناقص ناقص 3، شايفين هنا فيه سالب وهنا سالب 3، يبقى 0 ناقص ناقص 3 كده بتساوي 3. موضوع الإشارات والطرح تخلوا بالكم منه، أكتر الأخطاء بيكون منه. آخر حاجة سالب 2 سالب 1 هتديني سالب 3 طبعا اللي هو ده، وبعدين هنا سالب 4، سالب سالب 2 سالب 4، سالب سالب 2 يعني معنى كده إنها تكون 2، يبقى سالب 4 زائد 2 هتديني كام؟ هتديني سالب 2 اللي هو العنصر الأخير. يبقى كده احنا خلصنا من أول بند. الفقرة اللي بعدها بيقول لي اوجد لي البي ترانسبوز ناقص 2A، نفس العملية بالظبط من غير أي مشكلة. نشوف كده، البي ترانسبوز كان صفين، كان 3 صفوف في عمودين، يعني كان 3 في 2. طيب والA كانت كام؟ كانت 2 في 3. طيب احنا عايزين نحسب البي ترانسبوز ناقص 2A. قلنا لما نيجي ننفذ عملية الجمع أو الطرحة لازم المصفوفتين يكونوا نفس السايز، فالبي ترانسبوز 3 في 2، وال2A أو الA عموما كانت كام؟ كانت 2 في 3. هل الاتنين دول ليهم نفس السايز؟ لا طبعا. ليه؟ لأنه في حالة الجمع زي ما قلنا أو الطرح لازم يكون ليهم نفس السايز. الشكل ده ينفع في الضرب لكن ما ينفعش في حالة الجمع والطرح. يبقى هنا نقول له impossible to execute أو تنفذ العملية دي.
في التمارين اللي زي دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله اوجد لي if possible. الفقرة اللي بعدها عايز الـ A مضروبة في الـ B transpose. الـ A مضروبة في الـ B transpose. فين الـ A؟ الـ A كانت 2 في 3 تمام؟ والـ B transpose 3 في 2. يعني دي 2 في 3 كده ودي 3 في 2. طيب شرط الضرب محقق، يبقى الناتج بتاعي هيكون مصفوفة على الشكل 2 في 2. بننزل عناصر أو صفوف المصفوفة الأولى اللي هي 2 0 سالب 1 تنزل كأعمدة، تتحول من صف العمود زي ما انتوا شايفين كده أهو هنا وهنا، وبعدين الصف الثاني في المصفوفة الأولى اللي هو 1 0 سالب 2 هيتحول لعمود هنا، وبعدين عناصر المصفوفة ب تنزل زي ما هي بالظبط، يبقى سالب 3 1 1 هينزل هنا، وبعدين ينزل تحت كمان هنا سالب 3 سالب 3 سالب 2 هينزل هنا وهينزل هنا. التشكيلة دي زي ما قلت لحضراتكم علشان ما غلطش في عملية الضرب بتاع المصفوفات. هنعمل ايه؟ هنضرب كل عنصرين وفي النهاية نجمع العناصر دي مع بعضها. يعني هنيجي هنا عند 2 سالب 3 هنضربهم هيديني سالب 6، هنا هيطلع 0 هيطلع سالب 1، اجمعهم يطلع سالب 7. زي ما انتوا شايفين تحت كده الناتج كام؟ الناتج ده هنا سالب 7. تعالى هنا، هنا هيطلع سالب 6 برضه، نضرب دول 0 وهنا يطلع 2. سالب 6 زائد 2 هتديني سالب 4، ده هيطلع سالب 5 وده هيطلع 1. عملية ضرب بسيطة جدا. التمرين اللي بعد كده بيقول لي هات لي البي مضروبة في الاي ترانسبوز. البي كانت 2 في 3 والاي ترانسبوز بتساوي 3 في 2. ينفع الضرب؟ اه ينفع، لان الصفوف بتاعت الاولى بتساوي اعمدة التانية والناتج النهائي هيكون 2 في 2. هو فكرته هنا انه عايز يبين لك انه جاب البي في الاي ترانسبوز والA مضروبة في الB ترانسبوز. ممكن يكون الواحد ده ينفع ينفذه وده ما ينفعش يتنفذ. ممكن يكون عايز يثبت لي انه الضرب مش ابدالي، يعني الاتنين دول ما يسووش بعض او النواتج بتاعتهم بتكون نواتج مختلفة. طبعا عملية الضرب هنا هتطبق بنفس الاسلوب اللي فات، ما فيهاش اي اشكالية.